من قفزة الخامس عشر أب ولغاية الخامس عشر شباط، التسلح والعنف في الباكاكا. الجزء السابع، في المؤتمر الثالث، اندثار الباكاكا في السبعينيات وبداية صناعة القائد أب من علي يولداش. تعتبر فترة الأربع سنوات بين 86 و 90، أي من انعقاد المؤتمر الثالث ولغاية المؤتمر الرابع، مرحلة انتقالية للباكاكا، أي باكاكا جديدة مستحدثة وصناعة عبد الله أوجلان مبتكر. المؤتمر التطهيري وتمهيد الطريق لزعامة أوجلان. يعتبر المؤتمر الثالث نقطة تحول في مسيرة الباكاكا، فبدأت شيفراتها الوراثية بالتغيير شيئا فشيئا، إلى أن وصل الأمر بجميل بايك أن يتحدث عن المؤتمر الثالث في كتابه حول تاريخ الحزب. هذا المؤتمر كان أهم من المؤتمرات السابقة، إذ انتهت عملية بناء الباكاكا، فكان لابد من تصفية والتطهير محيط هذه التنظيمات وأطرها. فبايك يكشف بأسلوب خفي حقيقة ما طرأت من تحولات على مسيرة الباكاكا ونهجها، وما حدث من تصفيات في أطر التنظيم، من تصفية الأفراد المؤسسين الكادحين الذين عانوا حياة الجوع واليأس والبؤس في لبنان، والذين حملوا الباكاكا على أكتافهم، تمت تصفيتهم جميعا. فأساسا كانت هناك حربا داخلية دموية سرية وشرسة تدور روحها في عمق هذه التنظيمات ما بين عامي 80 ولغاية 92، بحيث تستحق هذه المرحلة تسمية العصور الوسطى المظلمة في تاريخ الباكاكا. فتمت تصفية جميع المؤهلين للقيادة في لولان ولبنان، واغتيل من انشق عن الحزب. فقام جلاوزة التنظيمات بتقطيع البعض لأجزاء في قلب أوروبا، وقتل هؤلاء بشكل وحشي تحت مبررات واهية ودون ترك أي أدلة أو شواهد. عملات قتل وتغييب واسعة طالت العديد، وكان الخطأ الأخطر هو صناعة نظرية المؤامرة، وهذا ما فعلته الباكاكا. في حقبة السبعينيات كانت الباكاكا تستخدم العنف في خباياها سرا، إلا أن أوجلان أشاع نظرية اغتيال الكوادر بعد عام 84 إلى العلن، فأصبح يشار إلى عمليات القتل الداخلية بالحرب التنظيمية، ويمثل أوجلان نفسه بخبير هذه الحرب. فأصبح للباكاكا مرجعان رئيسيان من الكتب، هما إشكالية شخصية في كردستان وخصائص البطل الثوري وحياة الحزب. فتم شرعنة القتل والاغتيالات الداخلية وفق هذين المرجعين، وهدر دم من مال عن أسس ومعايير الباكاكا. دوران كالكان، دماغي ترسب بالجص، أي الجبس. لم يطق كوادر الباكاكا استيعاب ما يحدث حولهم، وأن هذا الحزب هو الحزب الذي أسسوه وانخرطوا فيه. وتم التحقيق مع قائد الباكاكا دوران كالكان قبل المؤتمر الثالث نتيجة ممارساته وأدائه في إقليم كردستان. فحاول كالكان تحدث مع أوجلان إلى أنه لم يسمح له بذلك، ورفض أوجلان طلبه. فاضطر كالكان إلى إرسال رسالة لأوجلان، وقال بأن دماغه قد ترسب بالجص نتيجة تعرضه لبعض التقاربات والمواقف أثناء المؤتمر الثالث. خلال المؤتمر الثالث أزاح أوجلان عموم الكوادر المنافسين الذين كان يتخوف منهم، فاستعان بأمثال دوران كالكان وعلي حيدر قيتان لإخلاء الساحة من أمثال سمير. بعدها بدأت مرحلة تصفية أمثال كالكان وقيتان، فتم تجميد عضوية قيتان وكالكان وفاطمة، أي كثيرة يضرب، وفرض عليهم واقع عضويتهم في أنركا، أي جبهة التحرير الوطني الكردستاني، وبعثهم نحو أوروبا. استخدم آب مقولة خير دورموش، لو مت فاكتبوا على ضريحي أنه غريم، كسلاح ضد مناضلي الباكاكا، وقال بأن كل شخص غريم للحزب، وعلى كل شخص أن يحاول إثبات نفسه حتى الموت، وأن الكل سيسلمون إرادتهم للباكاكا، أي تسليم إرادتهم وقدراتهم بل وذواتهم لأوجلان، ومن لم يستسلم فلا يستحق الحياة. علما أن أوجلان شخص لم يشارك في أي معارك أو حروب، ولم يعاني خوف الموت بتاتا، بل ولم يسمع حتى صوت عيار النار، ومع هذا فكان ينتقد أعضاء الحزب ومقاتليه بطريقة قاسية. وبهذا بلغت الباكاكا قدرا من التوازن الذي أراده أوجلان، الاختلاف بين القيادة التكتيكية والقيادة الاستراتيجية. بعد عام 86 انحرفت الباكاكا تماما عن المنهاج والنظام الداخلي للحزب ومالت عنه، فبات المنهاج والنظام هو السائل الذي عاي لا غير، ولم يقدر أي مناضل على المطالبة بحقوقهم وفق منهاج الباكاكا. ولم تكن القيادة تنتخب وفق النظام كما لم تكن تقال وفقه،
فلم يكن هناك غير نظام واحد وبرنامج واحد، وهو بلا شك أو شريك القائد عبد الله أوجلان. آنذاك ولإقرار الوضع المستحدث وتبريره، ابتكر أوجلان نظرية جديدة وجعل آف من هاتين المؤسستين، القيادة التكتيكية والقيادة الاستراتيجية، واقعا. والحق أن هذا الفصل كان لسبب أن يدرك الكوادر المسؤولين حدودهم ولا يتعدوها، كون القائد الاستراتيجي هو عبد الله أوجلان، وهو غير قابل للتغيير أو النقاش أو الانتقاد. وأما القيادة التكتيكية فهي ستصون خط عبد الله أوجلان، فهم بحاجة لإثبات أنفسهم دوما وباستطاعة أوجلان تجريدهم من أي مناصب أو تكاليف. وأن منبع النواقص والسلبيات والقيادة التكتيكية، بحيث نستطيع أن نقول بأن سيف أوجلان كان مسلطا على رقابهم دوما، بحيث يستطيع فصل رؤوسهم عن أجسادهم متى ما شاء. وهذا ما حصل أخيرا، أوجلان والقيادة التكتيكية الجديدة. كان انتخاب أوجلان الأول من قبل أعضاء الحزب في رها، ولم يتبقى من ذاك اليوم سوى اسم مراد قريلان، غير أن رها وحدها لم تكن تطيق العمل التنظيمي، فكان ينبغي رؤية منبع الخلاف بين كل من قريلان وبايك وكارغان وقراسو هنا. فكان أوجلان بحاجة لأسماء نشد قتالية، فبدأت أسماء كأمثال خليل كايا باسم الحركي كور جمال، وجميل عشق باسم الحركي هوجر، وشمدين ساك باسم الحركي زاكي، وشاهين بالج بدأت بالظهور. وتم توظيف تلك الأسماء لتنظيم الخطوط العريضة للمؤتمر الثالث. والحق أن الوظيفة الرئيسية للمؤتمر الثالث كانت تشريع وتنفيذ القانون العسكري لانخراط المقاتلين في صفوف البككة، كما أن وظيفته الأخرى تجسدت في القضاء على خط الخونة في كردستان. القراران تسببا ببداية مرحلة جديدة في مناطق كبوتان وميردين وزاغروس، فقطعت البككة الطرق واختطفت الشبان وقتلت مختاري القرى وفرضت الضرائب والإتاوات وجمعت الأموال وعاقبت المناوئين والمبغضين لها ونهبت أموالهم، وبدأت حملات مداهمة القرى، وتم تدمير أبراج المواصلات وأعمدة الكهرباء، وأحرقت المدارس وقتل المعلمون، وزاد أعداد المدنيين الذين قتلوا على يد البككة أضعافا مضاعفة من عدد قتل العساكر الأتراك. وكانت الأنشطة والعمليات تستهدف المدنيين حصرا، فخيم جو من الخوف والرعب على عموم سماء بوتان وزاغروس. كارثة القانون العسكري ونظام الجحوش أي الارتزاق. بدأت البككة بتطبيق القانون العسكري في كل منطقة استطاعت الوصول إليها كبوتان وجولاميرك، فجندت المقاتلين قسرا. هذه المرة بدأت باختطاف اعتقال أبناء تلك العوائل التي كانت تقتات على أقواتها يوميا وتنام في خيامها، فحتى كانت تختطف بعض الأحيان النساء والأطفال لتجبر هذه العوائل على تسليم الشباب من أبنائها وبناتها، بل وكانت تختطف ذوي 8 و9 أعوام للتجنيد الإجباري. فقتل العديد منهم ممن حاول الهروب من هذا الجحيم، فبات شعب بوتان يهاب من البككة التي احتضنها بالعناق عام 83-85. صناعة الصراعات المشتركة للدولة والبككة، نظام حماة الأرياف. عام 86 شرعت البككة حربها ضد العشائر، فتم تخوين من لم ينفذ قراراتها ولم ينصت لها، فعمقت الخلافات التي كانت موجودة بين العشيرة والقرويين، فكانت تتكاتف مع عشيرتنا وعائلة وتواجه الآخرين، فخلقت بينهم عداء عظيمة، وفرقت المجتمع وقسمته وجعلته مجتمعا متصارعا متعاركا. قانون التجنيد الإلزامي للبككة ونظام حماة الأرياف للدولة التركية ذو هدف مشترك. دعت البككة تلك العشائر التي لم تنحني ولم تطأطئ رأسها لأحد بمبايعتها، إلى أن العشائر كانت بمثابة سلطات غير رسمية في المنطقة وكانت صاحبة تبعية، فأرغمت البككة العشائر للتحصن بالدولة والالتجاء إليها. ومن بين هذه العشائر عشيرة آلا. ففي يوم من الأيام قام ابن رئيس عشيرة آلا سعدون آغا بإيصال بعض المستلزمات اللوجستية لأعضاء البككة المتواجدين بمنطقتهم وزيارتهم، فطالبه قائد البككة لتلك المنطقة علي دريج بأن يعطيه مسدسة. فقال خليل أي ابن رئيس عشيرة آلا بأن المسدس يعود لجده وهو بمثابة ميراث العائلة، ورفض إعطائه المسدس.
فقام مسؤول البكك علي دريش بقتل خليل ابن رئيس العشيرة ونهب مسدسه وحمل جثته على بغل وأرسلها للقرية، ما أجبر العشيرة آل بعدها على حمل السلاح. فكانت البكك تناصب العداء للعشائر الكردية وأتراهم أعداء ما تسبب بالسياء وغضب هذه العشائر، فالتجأت إلى الدولة نتيجة مواقف البكك. فاستغلت الدولة هذه الفرصة لجذب العشائر نحوها وكسبها، وكذلك فعلت بعشيرة جيركيا. فبعدما قتل بعض وجهاء العشيرة وعائلة كرافانا بيد جلاوزة البكك حملت السلاح، فكانت الأيديولوجيا اليسارية للبكك والتي ترفض القومية الكردية وتعادي العشائر كانت موجودة من قبل أيضا. فلما وجدت البكك نفسها وحدها صاحبة سلطة في المنطقة فرضت سيادتها على عموم المنطقة، فأصبحت العشائر بين المطرقة والسندان. وبعد ممارسة القتل تجاه هذه العشائر اضطرت إلى الالتجاء بالدولة التركية والتحصن بها. فمنذ عام 85 ولغاية 2009 انضم 123,476 شخصا بشكل رسمي من كردستان تركيا للصفوف المرتزقة والجحوش التابعة للدولة، وتم تشكيل قوة عسكرية رسمية منهم. ولا نستطيع ربط حقيقة مسألة حماة الأرياف بذكاء الدولة، فمن سمح لمسألة الارتزاق والجحوش بأن تصبح قضية وواقعا وممارسات البكك وردود الأفعال تجاهها، فكان ظهور الارتزاق ناتجة العلاقات والخلافات بين البكك والدولة التركية. وكالعادة ألقت البكك اللوم على القيادة التكتيكية وقادتها ومسؤوليها آنذاك، فتم تصفيتهم وتطهيرهم فردا فردا.